أيها الأحبة، نبارك لكم حلول شهر شعبان المبارك والولادات الميمونة للأئمة الأطهار سلام الله عليهم. وقبل أيام كانت ذكرى ولادة الإمام الحسين عليه السلام، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سبطان من الأسباط. وقد بيَّن شهيدنا السيد الصدر قدس سره معنى الأسباط في إحدى خطب الجمعة، يقول قدس سره: والسبط هو ابن البنت، وهما طبعاً ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله نسباً، إلا أن هذا وإن كان صحيحاً إلا أنه ليس كل المقصود من الرواية، إذ يكفي في ذلك أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أنهما سبطا رسول الله أو سبطاي. وأما قوله من الأسباب فيعني معنى آخر زائدا على ذلك، قال تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وقال جل جلاله: وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وعلى أي حال فلا بد أن يكون المراد بالأسباط في هذه الآيات غيرهم. نعم، هناك دليلان محتملان مستفادان من القرآن الكريم يستدل به للمشكور، وإن المراد من الأسباط هم هؤلاء من أولاد يعقوب. أولا، هذه الآيات التي قرأناها قبل قليل إذ يقول: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فيقرن بين أسماء هؤلاء والأسباط، ولا نعرف ممن يقرب إلى هؤلاء إلا أولاد يعقوب عليه السلام، إلا أن هذا دليل ظني كما هو معلوم وليس قطعيا، وليس هناك ظهور قرآني في ذلك. ثانيا، قوله تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، والضمير في قطعناهم يعود إلى أولاد يعقوب الذين هم بنو إسرائيل، فيتعين أن يكون أولاده هم الأسباط. وجوابه: أولا، ما عرفنا من أن الأسباط هم أولاد البنت ولا يصدقون على أولاد الأولاد على الحقيقة إلا مجازا. ثانيا، أنه قال في الآية أسباطا أمما، فالمراد من الأسباط هنا الذرية الكثيرة التي حصلت لهم خلال الأجيال حتى أصبح كل مجموعة منهم أمة من الناس، وكان مجموعهم أمما. وليس المنظور في هذه الآية مجرد الانتساب إلى يعقوب عليه السلام في انطباق معنى الأسباط. وعلى أي حال، فسواء كانوا هؤلاء هم الأسباط أم لم يكونوا، فإننا نجد للأسباط على واقعهم في علم الله مدحا وتعظيما في القرآن الكريم. وقد ثبت في الحديث الشريف المروي لدى الفريقين أن الحسن والحسين من الأسباط، فمن هذه الناحية يكونان سلام الله عليهم.